ما شنقول لك هاد الفاجعه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ما هاد الدري كان طيب وقع له مشكل مع دري خدام معاه، يعني ما بيناتهم لا عداوه ولا حتى شي حاجه. يعني شنو وقع حنا ما عارفين شنو وقع، ولكن اللي خدامين تما هما اللي عارفين الدري اللي عارفين تما. ولكن بان انا فاش اتصلوا بيا من العمل مشيت انا التحقت بهم انا لظهر مهراز لقيت الدري في غيبوبه، درنا له السكانير ديالو، السكانير هو اللي بينا بان الدري مضروب بطرنوفيس في راسو. ديك الساعه ان فوا عرفنا مضروب بطرنوفيس اتصل بيا الطبيب ديال الراس قال لي بان الدري راه ما غيعيش، واي حال اي حاله احتملوها. مباشره عيط للدراري ديال الامن مباشره هما اللي قلبوا على الدري اللي ضرب وشدوه، والامر لله تعالى وزاونا فيه الشكوى بهم الله تعالى. هادشي اللي غنقول. صاعقه شنقول لك راه ما شاء الله الام ديالو بواحد الحاله لا يرتى بها زمان، والاب ديالو راه طايح له السكر الفوق، الام ديالو ما بقاتش كتهضر نهائيا، يعني بحال اللي تزيز نصف مره. وراك عارف الحاله ديال الوفاه الاخ ديالي والامر لله تعالى. ديالي اسامه الراشدي الاخ ديال المرحوم انس الراشدي. بالنسبه للخبر كيفاش تلقيته، انا كنت في المدرسه كنت كنقرا ديك الساعه، تخرج مع 6 ونص اتصل بيا الخال ديالي قال لي راه خوك راه طاح ومفرع من رجليه. وهذا الشيء اللي سمعت انا فاش وصلت لتما للطبيب لقيت حوايج اخرين، لقيتو بلا مضروب طرنوفيس في راسو وراه في غيبوبه. بقينا المهم الليل كامل معاه تما حتى الصباح، وحنايا كنتسناو شي جواب مع الاطباء والو. ومهم بالنسبه هو عاوتاني في الصباح تلاقينا واحد الطبيب قالت لنا راه الحاله ديالو خطيره بزاف، ترجعوا الله وصافي. وما وصلت الوقت تقريبا لوحده ونص ما بقاش عاقل، جانا الخبر باللي توفى. تلقينا ديك الخبر بواحد صدمه كبيره لدرجه يدي ما تحملش راسي، ضربت يدي مع الباب. الوالد ديالي مريض بالسكات هو سخف لنا تما، الوالده ديالي مريضه بالاعصاب. تقريبا شنقول لك راه واحد الحاله راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا خويا تعيط لنا هنا في التليفون، السيد راه في حاله خطيره، مشينا لقينا السيد في المستعجلات داروا السكانير، قالنا الدكتور بان دخل له ديك الطرنوفيس في راسو 13 سنتيم. صافي قالنا الحاله ديالو ميؤوس منها، هادشي اللي قالنا الطبيب. حنا تلقينا الخبر مشينا للسبيطار ما عارفين والو. كان خدام تريسيان ديال الطوموبيل هذو، الدري اللي خدام هما ويا خدامين ضربوا الدري اللي خدام معاه هو اللي ضربه، وما السبب ما عرفناش شنو هو الحقيقه ما عرفناش. نكملوا التحقيق ديالنا ونعرفوا الاسباب ديال السيد اللي ضربوا شنو السبب. هادشي ضروري خصنا نتبعوا هادشي. والدي غير مصدومين، ما كي شغنقول لك ما يبكيو ما ساكتين دابا. لا مو با ما الحاله ديال ما كتعجبش، مازال حنا راه شويه ما هما باهم راه ما كاين، غير ساكتين مصدومين وقالتين با مريض راك عارف مريض السكر ومريض القلب. حنا كنا باش عيطوا لي انا سحب لي الباه هو اللي مات، اما الدري ما مالو حتى حاجه تا قالوا لنا السيد راه